السلام عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: بعض الموظفين في الشركات تتكفل الشركة بعلاجهم عن طريق التأمين الصحي. نعم. يقول أحسن الله إليكم: بعض الموظفين في بعض الشركات تتكفل الشركة بعلاجهم عن طريق التأمين الصحي، فما حكم استفادة موظفيها من هذا التأمين؟ التأمين من الموظف نفسه يؤخذ منه ولا الشركة تدفع؟ إن كان الشركة تدفع هذا يعتبر من راتبه، من حقوقه عليه كأنه من الراتب. أما إذا كان يأخذ منه فلا يجوز هذا، لأن هذا تأمين تجاري. نعم.